يخرب بيتك، انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان فيه فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها. بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ارميك ايه ده؟ انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه يا رمزي. غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده نعرف الناس دي، ايه ده نعرف الناس دي، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه؟ دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة، خدت الشطافة؟ هتسيب القعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراش الثانوية العسكرية بنين. فاكرك. لا مش أنت، أنت اقفل عشان الكارت، أنت اقفل اقفل. أهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. أخبارك يا حمدي؟ عامل إيه؟ اقعد. ياه أخبارك إيه؟ الحمد لله. اسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اصول ثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. لو انا جايب ابن اختي افسحه، بقولك ده المترو عارف، كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص، والمحلات هتتشال. تصور محلات هتتشال. ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي، ايه المشكلة يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبة، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبة، انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظة. تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنة لما يخلص، تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد
المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام. ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى، انا هخدمك خدمه عمرك، انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش. اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا طبعا. اه طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري، ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترماي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم، وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره، اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني، انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني يا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان يعني اصل الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي. تيسي ايه؟
تيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني، وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك قفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر ونباتيتي، لان يعني لازم، عايزه تعمل عمليه، والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفس. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي، يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز؟ ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني. لا ما خلاص، خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جه لامي. خلاص اذ ربما انا اعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي، الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف هتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفا دي تقولها للست الوالده اذ ربما تبطل عطس. يا سيدي ما تدوق، ايش يعني جت على كده؟ بقول لك ايه، اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده ايه اللي انت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقوله يعني؟ لكن برضه بديك رنه. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه يا معلم. خلاص يا معلم. يلا يا رجاله. الحمد لله خلصنا من البضاعه. ايه ده دولا؟ ده ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعه دي كلها؟ يا ابني بعت ايه، انا شربت البضاعه كلها للمعلم تيتي وعلى معده فاضيه. لا قيم انت برضه دولا، استكملت لحد ما تكمم. انت بتعلم الكلام يلا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين، بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. انت مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يلا يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. يا دولا بقى نخلص بقى من البازار، او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي، انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده دولا؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرتي ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دولا. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابعي يا دولا. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دولا. ايوه اخلص، ماله؟ اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولا. هتقول ولا نفخك؟ ماله؟ سمعته يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول، انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده، سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس، ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. بس انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي، بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع، طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي،
أنا غايتي أكبر من كده بكتير. أنا طموحي ملوش حد. يا سلام، وإيه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، أنا غايتي في القصب. معلش، أنا حاسس إن القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، أنا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوة لقدام. وين رايح الزبون؟ طب هو الزبون عدم المؤاخذة يعني تعبان في إيه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطة عندي شديدة قوي ووعرة. أهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل، يروح يشرب كوباية قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى أفكارك. عموماً بص بقى يا معلم، أنا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط. شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد إيه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوق و50 بعد شهر، ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رأيك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجة تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مرة اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص منك دول يا حبيبي. يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها، انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دوله ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دوله. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكرة بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومة، انت غلطت، ما انا عارف ان انا تزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المسألة مش بالسهولة دي، البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركة. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحة، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. والحاجه جديده زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكل. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع.
طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاع الشحن وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق. اطلع. حاضر يا معلم. حاضر. طب يا معلم والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك والله يا معلم، هقعد ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم، اقشره لكم واعصره يلا. يا فعلا صدق اللي قال ان النوم سلطان، ده مش بس سلطان ده ابو السلاطين كمان. انت عارف يا عادل النوم من الناحيه البيولوجيه مهم جدا للانسان والعلماء كلهم اثبتوا ان انت عارفه ان انا فعلا يعني ميت من التعب ونفسي انام بجد يا رانيا. صدق ان انا غلطانه ان انا حبيت اضيف لك معلومه مش عندك اصلا، والله ما تستاهل. ولعلمك انا اصحابي كلهم معتمدين عليا في امورهم الحياتيه وما بيعملوش حاجه غير لما بياخدوا رايي. عشان كده حياتهم كلها متهببه ومتلخبطه. مش مصدقني يا عادل؟ طب ارفع سماعه التليفون واسالهم يا عادل. من غير ما اساله، وبعدين ببساطه خالص يعني انت عايزه تفهميني ان انت عندك اصحاب؟ ده انا ساعات بحس بجد يا رانيا ان انت مقطوعه من شجره. يا سلام، حوش الراجل حوش واصحابك، عايزين نبقى نعمل لك فهرس باسماء اصحابك. ليه وانا مصاحب كتب؟ وبعدين الاصحاب مش بالعدد يا ماما ولكن بالنوعيه. انت عايزه تجيبي اصحابك اللي مالهمش لازمه دول لاصحابي؟ تقصد انت بتغلط فيا يا عادل ولا ايه؟ انا ما بغلطش فيك. عموما العلاقه بين اي راجل وراجل غير العلاقه بين ست وست، الموضوع مختلف تماما. قصدك ايه برضو مش فاهمه؟ يعني العلاقه بين اي راجل وراجل بتبقى مبنيه على ايه؟ على الرجوله والشهامه والجدعنه والمرجله. يا حرام، واحنا العلاقه بينا بتبقى مبنيه على الطوب والزلط والعبط. انا ما بقولش كده، لكن بقول مثلا العلاقه بين اي ست وست بتبقى مبنيه على الرغي واللت والعجن واي كلام بتقعدوا تتكلموا طول الوقت ما بتسكتوش. يلا. ايه اللي انت بتقوله ده سفه اللي انت بتقوله ده؟ تقصد تقول ان انا رغايه؟ انا عمري ما رغيت اصلا. هو انا يعني ديك النهار لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل اللي بينها وبين سناء ده معناه انا برغي؟ قال انا برغي؟ قال انا رغايه؟ انا عمري ما كنت رغايه، انا اساسا بحاول احل كل المشاكل اللي بينها. يا ده رمزي مالك ماسك دماغك ليه؟ اوعى تكون بتفكر مثلا ان انت تدور على مخك، مش هتلاقيه. لا يا دولا، اصل انا حاسس بصداع جامد قوي، ما لاقيش حاجه معاك للمغص. صداع ولا مغص ولا كوكتيل مع بعضه؟ لا اصل انا مش عارف يا دولا، يعني لما بحس بصداع يعني رجليا بتوجعني مش عارف ليه. لان انت يا ابني مش زينا، يعني احنا بني ادمين، انت مخلوق مختلف يعني، فاكيد طبعا مخك مش في دماغك، مخك في رجليك. فعشان كده لو انت تمشيت بقى ورحت على القهوه جبت لي كوبايه شاي هتلاقي الصداع راح على طول. ماشي يا دولا. يا الحمد لله الصداع راح. لقيت الصداع نصف ولا ايه؟ يلا روح هات الشاي. عادل عادل سعيد صاحبي وحبيبي عطيه البنداري. الدنيا صغيره يا ناس. يا نهار ابيض ازيك؟ وحشني قوي قوي قوي. والله انت وحشني قوي. اهلا بيك. ازيك يا معطيه؟ مبسوط اني شفتك. الله يخليك يا عدو. الله يخليك. اعرفك عفاف مرتي حسن ولدي شنطتي. تفضلوا تفضلوا، هات كرسي يا رامز. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. منور والله منور. الله يخليك. ده نورك يا عدول. ياه انت فين يا عم؟ فينك من زمان؟ راجل انت بتسال يعني خبر ايه؟ ما انت عارف يعني عطيه الدنيا مشاغل وتلاهي. الدنيا صح مشاغل وتلاهي والحاله بقت غلو. مين الاخ ده؟ الاستاذ ده مين ده؟ لا ده مش استاذ ولا حاجه، ده الواد رمزي يعني شغال معايا في البازار وابن عمي. واد عمك؟ يا مرحبا يا مرحبا، احب اعرفك بنفسي، عطيه البنداري طبيب بيطري. والله طب ما دي فرصه يا عطيه. الحمد لله. دول بقى اقول له على الصداع؟ اقول له على الصداع؟ انا هقول له، هو بيرفض اصلا. طول عمره دمك خفيف يا عادل. ربنا يخليك.
اهلا وسهلا منور. ويعني ايه الصدفه السعيده دي؟ والله انا اللي اسعد. شوف اقول لك على حاجه، هتشوفني يومين ورا بعض. يوم يومين؟ اشمعنى يعني؟ انا اصلي كنت مسافر، قوم معاد اخلاع الطياره اتاخر يومين، قلت يا ما تعودش سوهاج وترجع بعد يومين، ادور على واحد صاحبي وحبيبي اقعد عندي اليومين دول. قوم قعدت ادور ولفلف لفلف لفلف، نطيت قدامي جيت لك على طول. انت متاكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب والله، دورت ولفلفت ما لقيتش غيرك انت. ده الدنيا صغيره قوي. ايوه هي صراحه الدنيا صغيره، اه بس الشقه اصغر يعني. كل حاجه؟ لا ما بقولش، بقول اهلا وسهلا يعني، ان شاء الله كل حاجه ليها حل ومنور. واهلا بيكوا، هات اي حاجه يا ابني، عصير توت تفاح بلح اي حاجه. ايش تقول؟ اتفضل. ايه ده؟ التوت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الدكتور عطية البنداري ده كان زميلي، كان زميلي في الدراسة، وهو من اهل الصعيد يعني، ومنورنا هنا في مصر طبعا. والمدام، مدام عفاف دي زوجته، وحسن ابنه، ودي الشنطة بتاعته. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيكم، يا مرحبا. اهلا وسهلا باهل الصعيد، زارنا النبي والله. الصلاة والسلام. وأعرفك بقى بعيلتي، دي رانيا مراتي، ودي حماتي، ودي ياسمين بنتي، ودي ماما، ودي سناء أختي. والله العظيم ثلاثة ومليكوا علي يمين، كني قاعد وسط عيلتي في سوهاج. طبعا طبعا منورنا والله. يعني هو الدكتور عطية يعني كان مفروض مسافر يعني، بس حصل مشكلة معاه في شركة الطيران، فإن شاء الله هيقعد معانا يومين هنا هو في البيت بتاعنا يعني. وإحنا طبعا كلنا مرحبين، ويعني أهلا وسهلا بي طبعا، ولا إيه؟ طبعا طبعا. أهلا أهلا، هو نعم الصداقة. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك طبعا، ما هي دي الصداقة ودي الصحوبية، وهم دول الأصحاب يا عادل، مش كده يا حبيبي؟ والله والله يا جماعة، أنا قلت العطية من الأول ننزل في فندق، قال لي لو عرف أستاذ عادل هيزعل قوي قوي قوي. آه طبعا لا هزعل يعني، هو أصلا عارف عطية من زمان، بيقعد يتهيأ له حاجات ما بتحصلش، هزعل يعني طبعا. والدكتور إن شاء الله قاعد معانا قد إيه؟ يومين. يومين والله كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده، لكن غصب عني. وليه ليه ما تقعد معانا أكتر من يومين؟ ما التذكرة ممكن إنك تغيرها، ما هي الدنيا فسحة مش كده ولا إيه؟ كل حضرتك سايق عليك سيد عبد الرحيم الجناوي، ما تضغطيش عليا تكبر في دماغي. خلاص يا حماتي ما تضغطيش عليا يا حماتي، وبعدين ما تضغطوش عليه يعني. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. يا أهلا بيكم. تصدقوا انا حاسس ان قاعد في بيتي، ما هو البيت بيتي. اه طبعا. يا جماعه انا عايز بس افهمكم حاجه مهمه جدا، ان الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي يعني، كان غصب عني زي ما انتم شايفين، وانا دبست في الموضوع ده. وبعدين يعني هم كلهم يومين ويتكل على الله يروح. ماشي يا عادل ماشي، الراجل اللي هيجي يقعد يومين دول هيقعد فين؟ هننصب له خيمه في الصاله؟ لا يخص عليك يا سناء الكلام اللي بتقوليه ده، لا طبعا. احنا كده يا حبيبتي نلم بعدنا بربطه المعلم ونروح نقعد في اي اوتيل، وهو يفضل يبرطع في الشقه زي ما عايز عشان يبقى قاعد مرتاح. يا جماعه بس يعني انا مش عايز طول الوقت لتو عجن، وده اللي انا باخده منكم، مفيش اي حاجه مفيده. انا بقول لكم يا اخوانا هم يومين بس، فكروا معايا هيبات فيه. جامي ها ما تبصليش جاميين ها، علشان الاوضه دي كلكم تبعدوا عنها، مش هيبات هنا خالص. يعني اوضتك هي اللي ما تنفعش، اوضتنا هي اللي تنفع. حب لاخيك ما تحبون نفسك يا اخي. هي مشكله يا عادل، بس الراجل ده هيبات فين وعلى حساب مين فينا؟ انا عندي الحل يا ماما. قول خلصنا، احنا قاعدين بقالنا ساعة. انا بفكر يعني رانيا. ها ها استني بس يا رانيا، يا رانيا استني، انت لو بقيتي هنا اهو مع ماما في الاوضة، في الحالة دي احنا هنسيب له الاوضة وانا مستعد انام في الصالة، ايه رأيكم؟ لا والله، ومين بقى حضرتك اللي اوحلك بالمهامات والايهامات في دماغك والخيالات دي، ان انا اساسا هسيب اوضتي واطلع بره؟ ها يا رانيا اخلي بالك ان هو صاحبي يعني، وبعدين لعلمك بقى انا اكتر واحد متضرر، ده انا اللي هنام في الصالة. وانا ذنبي ايه؟ هو صاحبي ولا صاحبك؟ اتحمل صاحبك يا حبيبي. يا سلام، يعني لو كانت صاحبتك وقعت في نفس المشكلة دي والطيارة بتاعتها اتأخرت يومين، مش كنت هتبيتيها هنا وانا كنت هستحمل برضو يعني؟ دلوقتي بس صحابي بقوا مقد المقام. طبعا صحابك طول عمرهم قد المقام، مين قال غير كده؟ خلاص بقى يا رانيا، ده جوزك برضو وده صاحبه، انت تيجي تقعدي معايا هنا وهم يومين هيعدوا، مش كده ولا ايه؟
اهلا 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 وسهلا، منورنا والله يا دكتور عطيه. انت والمدام طبعا منورانا. ازيك يا حسن، عامل ايه؟ ما تتخيلش مدى سعاده البيت بالكامل، كلهم عمالين بيقولوا ايه ده صاحبك ده منورنا جامد يعني وكده، وعمال اقول لهم يا جماعه يعني ما بلاش مبالغه يعني في الترحيب. قالوا لا ده حقه طبعا يعني. والله العظيم ثلاثه، المدام وحسن نفس الاحساس عنديهم، يقولوا لي يا عطيه ده كننا عندينا هناك في سوهاج بالضبط، ده كننا في بيتنا. يا سلام، والله القلوب عند بعضها يعني. وبص انا عايزك فعلا تحس ان انت في بيتك، يعني مثلا لو في اكل معين بتاكلوه، شرب معين بتشربوه، يعني بص اطلب من غير ما تتكسف خالص، انا اخوك طبعا عطيه. الله يخليك عدول، هو يعني اصل في الفطار عندنا شويه طلبات كده للولد حسن، يعني هو اصله يحب في الفطار ده يحب يعني بيض مسلوق وبيض عيون، ويحب كمان لبن منزوع الدسم، ولو فيه عيش ما محمص قوي ولا محمص يعني شوية يعني بالبنيل يعني. وبعدين المدام عندها صارت تحب الشكل لما قوي. صدق اللي قال، فعلا والله عطية الأيام الحلوة بتمر أوام. شوف بص اليومين خلصوا بسرعة ازاي دلوقتي حالا. أنا عارف طبعا ان انت زعلان ان انت ماشي يعني، واليومين دول صعبوا عليك انك قابلت صاحبك وحسيت انك في بيتك وكل حاجة، بس انا كمان زعلان والله اكتر منك. بص زعلان ازاي يعني. والله يا عادل ما عارف ابتدي منين الحكاية. يا سيدي اي حكايه عايز تحكيها احكيها لنا واحنا رايحين على المطار. ما تقوم تغير الجلابيه دي بقى يا عم ونتكل على الله. لو في مطار من اساسه مفيش مطار. ايه هتسافر بالباص ولا في حتى باص؟ امال ايه هتسافر بالتوك توك ولا ايه؟ انا يا ليه ما عارف اقول لك ايه يا عادل، بس اصطني بصراحه يا عمي هربان من الناس بتدور عليا. انا عندي طار يا عادل. طار؟ معقوله عطيه انت قتلت؟ انت قاتل يا عطيه قاتل؟ على اليمين ما قتلت حد. امال يعني عليك طار ازاي؟ بالوراثه يعني ولا ايه؟ افهمك يعني، امسك الفشاره دي. انا كنت معالج جاموسه عندنا في البلد، قوم عالجتها غلط، ماتت الجاموسه، اصحاب الجاموسه راسهم 1000 جزمه قديمه يقتلوني بدالها، اليه جاموسه ورثينا على ابوهم وغلي عليهم. يا سلام يعني عطيه، طب ما كنت تديهم ثمن الجاموسه وتخلص من الدوشه دي؟ على اليمين عرضت عليهم الطاق طاقين وثلاثه واربع مرضينش. يا للدرجه دي يعني الجاموسه دي غالي عليهم؟ واحد منهم قال له هم طنجر العمه لو قتلت ولدي كان احسن لي. ياه، طب وانت كنت بتفكر بقى يعني انك انت في موضوع السفر ده اما تسافر وترجع يكونوا نسيوا؟ ما هي المشكله انك كتبت عليك لما قلت لك اني هسافر برا مصر، انا هربان منيهم عشان بيدور عليا. يعني كمان مش طلعت بقى قاتل جاموسه، ده انت كمان طلعت قاتل وكذاب، معقوله يعني عطيه؟ معلش يا عادل غصب عني، انا بصراحه اخترتك عشان هم ما يعرفوش طريقك، هم دلوقتي بيدوروا عليا فمعلش. يا ريتهم كانوا يعرفوا طريقي يا عم وخلصنا من الدوشه اللي احنا فيها دي. معلش يا عادل يعني انا مش هطول في القعده عندك، هم يعني شهرين ثلاثة قول 4 شهور وبعدين فك من عندك يعني مفيش حاجة. تفك من عندي 3-4 شهور وبعدين تفك ايه يا عم؟ تفك ايه يا عم؟ استغفر الله العظيم، والله ما عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه. بس بص حلها الوحيد بقى ان انا افكر نشوف اي حل، بس الجماعة اللي هنا لو سمحت انا هنزل اروح البازار وارجع، يا ريت ما حدش منهم يعرف اي حاجة لغاية ما نفكر هنعمل ايه. عيب يا راجل، سرك كبير. سر انا اللي كبير ماشي. بقول لك يا عادل، ايوه عينت الفشار اللي انت جايبها دي مليحه قوي قوي قوي، يا ريت تكتر منها وانت راجع. ليك عندي حل يا دولا اقوله لك؟ لا ما تقولش. عينيا يا دولا، بص يا سيدي انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم. انت احسن حاجه يا دولا تعملها تخلي صاحبك ده هون يقوم واخد كفنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالظبط، ويقوموا هما بقى دابحين مكانه خروف، واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصيبنا من اللحمه ولا من شات ولا من رحم. على اساس ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني، انت كل اللي همك انك انت تاخد حته لحمه ومش اشكال بقى عطيه صاحبي ده يموت ولا يولع؟ يعني انا كده غلطان اني بشوف لك حل يا دولا؟ انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان انا بتكلم معاك وبقول لك على مشكلتي. اصل امشي امشي يلا غور من وشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده انتوا مين؟ ازيك يا اخ عادل؟ الله يسلمك. يعني انتوا مين؟ انا عنتر ابو شنب. واكيد اللي معاك ده هو الشنب. لا ده اخويا الهلال ابو شنب.
اخوك ازاي يعني؟ مش معقوله، اكيد هو من شنب من اب تاني مثلا. مش عاجبك ولا ايه؟ عموما ده مش موضوعنا، انا جايين لك في كلمتين ورد غطاهم يا اخ عادل. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا استاذ عنتر، قول الكلمتين وانا علي غطاهم يا سيدي. احنا عايزينك تسلمنا عطيه البنداري اللي مستخبي حداك في الشقه. ايه عطيه البنداري؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا دول عطيه الصعيد يا شوف يا اخ عادل، على راي الباليس انكار مش هيفيدك، احنا مراقبينه وعارفين انه حداك في الشقه. يخرب بيتك يا عطيه على بيتك يا رمزي. والمعلومك احنا كنا نقدر نخش نجيبه، لكن عيب الشقه فيها ستات. الحمد لله ان فيها ستات اخيرا بقى لهم فايده. ناوي تسلمه لنا ولا نتصرف بطريقتنا؟ يا عم ايه ده، انت بس بمسدس اللعبه اللي في ايدك ده بس عشان ما يبص وما تعرفش ترجعه. ايه ده كده، انا بتكلم مع الراجل يعني. بص حضرتك، يعني انا من رايي ان احنا نتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه عاد؟ ما اللي حصل حصل، وماتت احلى دموسه في البر كله. ايوه يعني مش معقوله حضرتك يعني تموت واحد عشان خاطر جاموسه. ما انت مش عارف غلاوه الدموسه عندنا. زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل للهلال لما بتيجي سيره الغاليه. خلاص انا من رايي يعني بهدوء بس يا استاذ هلالي، انا من رايي ان اجتمع انا وحضرتك والاستاذ هلالي والاستاذ عطيه ونقعد مع بعضينا نشوف حل للحكايه دي. حل ايه؟ بقول لك احلى داموسه في البر كله. يا عم ما تقعدش كل شويه بقى تقعد تقول جاموسه، الراجل بيعمل مالك يا سي عادل؟ ده لو كان جه على عيل من عيالي كان بقى اهون في داهيه. يعني قصدك ايه تضحي بعيل من عيالك يعني؟ الخلاصه ننجيلك بكره في نفس الميعاد على القهوه، تكون جاي وجايب عطيه البنداري معاك، والا هيبقى لينا تصرف تاني. ايوه، ولو ما جيتش هتبقى العواقب صعيبه عليك. مش عارف يا اخي هلالي، انا شاكك كده ان انت تبقى من الصعيد يعني. امال من وين يعني؟ نيوجيرسي؟ لا حاسس يعني ان انت من القصير، من القصيرين يعني، وكنت بتجري وانت اصغر من كده ورا اي جاموسه معديه. جاموسه 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 عادل افندي. خلاص 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 خلاص، انا اسف انا اسف، انا كنت بهزر يعني. عادل افندي مش عارف ان هو بيحصل له كده لما الواحد يقول جاموسه. اسمه عادل ده بانه بيضحك علينا ومش ناوي يجي يا اخوي. يبقى هو الجاني على روحه، لا هو لعب عيال ولا ايه؟ السلام عليكم يا بلدينا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطه مصر هيطلع الساعه كام بالظبط؟ بح واحنا ايش درانا؟ شايفنا كوم ساري ولا ايه؟ روح روح اسال في المحطه. طيب محسوبكم عن تبلي ابو حواجب، بطل من ابطال الصعيد الجواني. وانت ايه اللي جابك مصر يا اخ عن تبلي؟ بيني وبينك في طار كنت جاي اخده، بس ضميري صحي وقال لي ارجع يا عن تبلي، ارجع يا عن تبلي، وارجع يا عن تبلي، ورجعت عن الطار يعني. هتفرط افطارك ولا ايه؟ ده عار عليك، ده انا طخك. يا عم تدخلني ليه؟ انت مالك انت؟ مين ده؟ ده اخوي الهلالي. اخوك الهلالي؟ بص يا هلالي، هلالي ازاي؟ بص يا هلالي، بص يا هلالي، العار انك الواحد مالوش ذنب وعنده عيال. مالوش ذنب كيف يعني؟ ايوه، لان اللي حصل ان الحمار بتاعه رفس الخروف بتاعي فقتله، ها؟ فقتله، فانا قلت راسي والف سيف لازم اقتله، لكن ضميري صحي. ها؟ ضميري صحي وقال لي يا عنتبلي، يعني انت بتستهبل يا عنتبلي؟ دي عنده عيال. بح وعملت ايه لما شفته؟ اول ما شفته شفت عياله وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع، صعب علي وضميري صحي، ما كل شويه يصحى ضميري صحي وقال لي عيب اوعى تعمل كده. صدق كلامك صح، مش عارف ليه مأثر فيي. كويس ان كلامي مأثر فيك انت، لو كان قصر فيك انت ما كناش هنلاقيك واصل. ربنا يقدم ما فيه الخير. طيب انا هتكل انا على الله عشان الحق القطر لان ضميري صحي. ايوه وقال لي يمكن ما تلحقش القطر. سلام عليك. سلامة بلدينا، توصل بالسلامة ان شاء الله.
عادي يتأخر علينا يا عنتر. مالك يا عنتر؟ سارع فيه؟ بفكر في كلام الراجل اللي اسمه عنتبلي ده. صدق كلامه صح. يعني ايه مش فاهمك؟ انت ناوي على ايه يا اخوي؟ السلام عليكم، معلش اتأخرت عليكم، المواصلات بقى انتوا عارفين عاملة ازاي يعني. انت هتضحك علينا ولا ايه؟ كنا متفقين معاك تجيب عطية مش ولده. يا عم بلاش مسدس اللعبة اللي في ايدك ده. انا قصدي صراحة يعني، بص يا معلم عنتر، انا بصراحة كنت جايب عطية معايا لكن حصل ظروف يعني. امال هو فين يعني؟ تاه في زحمة المواصلات ولا ايه؟ لا يا فيتك، ما تاهش في زحمة المواصلات. وبعدين لو سمحت يعني خليك محضر خير، اما بتكلم معك كبير يا ريت بقى القصير الصغير ما يتكلمش يعني. قول اللي عندك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يعني صراحة يعني ان انا اما الولد ابن عطية يعني حسن، اسمه حسن هو، اما عرف ان ابويا عيني بقى هيتقتل وان هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده، فمن ساعتها بقى من بالليل يعني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتضايق ومكتئب وزعلان وكده يعني. قصدك ايه بالكلام ده يعني؟ قصدي يعني ان الولد من امبارح ما دقش لقمة في بقه، ما كلش خالص. لا كلت يا عم. بص يا عيني مكتئب ازاي ومتضايق. عفى الله عما سلف، فدايا للجاموس عشان خاطر ابنه. بس يدفع ثمن الجاموسه برضه. يا سلام، وانت جيت في جمل يا عم، دي جاموسه يعني ما جراش حاجه. وبالمره بقى يا جماعه انتوا الاثنين تكونوا معزومين عندي النهارده، ناكل لقمه مع بعض كده وتبلغوا عطيه بنفسكم. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقين. ها؟ اهم حاجه والله يا جماعه انا مبسوط ان انتوا ضميركم صحي. يعني ما شاء الله يعني. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رانيا جهزت الغدا؟ على ما تغسل ايدك هيبقى على السفره. طيب بسرعه عشان عايز ارجع البازار تاني. طب خلنا ايه النهارده؟ شوربه عدس بالبشاميل. شوربه عدس بالبشاميل؟ ده ايه العك ده؟ عدس عدس يا بيبي، مش عك عدس، ده انا حاطه لك في العدس ده شعريه بالبشاميل بحبيبات البازلاء وهيبقى الطعم مختلف. انا لو منك اجيب سندوتشين من بره، ده انا حطيت المعلقه في السلطانيه ساحت. يا حماتي يا حبيبتي، انا حاطه في العدس بيكربونات الصوديوم علشان تقتل اي جراثيم موجوده في المعده. يا جماعه يا جماعه، حد يطبخ ويخلصنا بقى من الاطعمه الفاسده دي. هنعمل لك ايه؟ مراتك محرجه علينا نخش المطبخ عشان تعك بمزاجها. يو من فضلكم بقى يا وش يا وش على بنوتي، يعني انا اول ما اتجوزت انا كنت بطبخ الطبيخ الكومبلونش ده، لكن بعد كده بعد فتره صغننه اتعلمت. فتره ايه؟ ده انا متجوز بقى لي 10 سنين. كل حاجه يا حبيبي، دوق سنه ايديا وهتقولي ان انت دقت حاجه فظيعه وما حصلتش. ايوه بس يعني هاكل الشوربه دي بالشوكه ازاي؟ ما هو يا حبيبي ده اصله اكل بنجلاديشي ذو سمعه طيبه وليه طريقه اكل. خد اتفضل. هاكل بكتالوج؟ يا نهار اسود. لا 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 لا، انا هاكل بطريقتي انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سرعت. في ايه يا عادل مالك؟ اغرب طعم دخل بقي في خلال رحله حياتي. يا ابني هين قرشك ولا تهين بطنك، اطلع بره وكل. مش معقول بجد، مش معقول بقى كده يعني. اكيدي هو ناقص شويه ملح شويه فلفل شويه رحمه بقى. يوه، هو انتوا مفيش حد فيكم فاهمني خالص يا جماعه؟ في حاجه اسمها الاكل الكيفي والاكل الكمي. بصي، وفي حاجه اسمها لا تطبخي يا رانيا ولا عايزين ناكل منك اكل بقى. يا عادل يا عادل افهمني الله يخليك، هو مش في لعيبه كوره جامدين جدا جدا بيلعبوا كويس قوي في الملعب الكبير ولما بيجوا يلعبوا في الخماسيات بتاعتهم بيعكوا ما بيعرفوش يلعبوا؟ انت ايش عرفك باللعيبه اصلا؟ اللعيب لعيب في اي حته يا هانم. لا طبعا انا اعرف اطبخ بس لما تبقى الاحجام غزيره. دي حجه البليد. حجه البليد ايه؟ لا مفيش بليد ولا حاجه، هي كل حكايه بس ان انا النسب، في حاجه اسمها النسب، انا نسبي لازم تبقى فخمه عشان اعرف ابدع. ها واضح ان انا مش هعرف اكل في بيتنا خالص، وكتالوج جايبهولي حضرتك عشان اكل بيه الشوربه. انا عودا سريعا ان شاء الله لاكل الشارع. منك لله يا رانيا. سلام عليكم. سلام عليكم. يا جماعه هناكل ايه؟ يعني هناكل ايه؟ مفيش غير مطعم مد ايدك وده اكله كله طعم واحد، الفراخ زي السمك.
يعني الفراخ بتلاقوا فيها شوكولا ليه؟ بصراحة مهرجة عنده حق، الواحد مصري ونشفت من الأكل اللي بره. الواحد نفسه في أكلة بيتي كده يرم العظم واللحم. طب ما بتروحوش تاكلوا في بيوتكم ليه؟ المشوار بعيد والدنيا زحمة، ولو روحت إذ ربما أنا أنتخ ومرجعش تاني، ولا غلط؟ لا مش غلط. طيب شوفوا بقى هتأكلونا إيه النهاردة. الله، أنت مش قلت رايح أتغدى وجاي؟ والله يعني أنا صراحة بعد ما روحت يعني قلت مش معقولة أسيب المعلم مهرجة والمعلم تيتي يأكلوا لوحدهم، لازم أكل معاهم يعني. طب ما تجيب حاجة من البيت ونشاركك فيها. صراحة يعني معلمين أنا مش عايز أخسركم يعني. خد يا تيتي 50 جنيه، عايز أي حاجة. إيه ده؟ أي حاجة ب50 جنيه؟ النفر مننا بيصرف 50 جنيه في الأكل بره. حسبتها مع نفسي لقيت نفسي باكل ب1500 جنيه في الشهر. 1500 جنيه؟ يا نهار أبيض، ده مبلغ ضخم جدا. وانا شارحه وكل المعلمين المستنيين الاكل دول كده برضو. انت بس اللي مش حاسس عشان بيتكم خطوتين من هنا. هو قريب زي بعيد يعني، ما تفرقش يعني، بس عموما اللي يشوف بلوت غيره تهون عليه بلوته. مفيش واحد قريبه ونفسها حلو تعمل لنا اكل بيتي زي ام دهب الله يرحمها. من طاجن الباميه باللحم الضاني بتاعها ده. ام دهب و1500 جنيه في الشهر، ده اكيد كانت محوشه دهب. 1500 جنيه في 10 انفار يساوي 15,000 جنيه. 15,000؟ ايه دول؟ انت بعت الموبايل بتاعك ولا ايه؟ الموبايل بتاعي هبيعه 15,000 جنيه؟ دي دراسة جدوى يا غبي. جدول ايه بس يا دول اللي انتوا بتدرسوه ده؟ جدول الضرب ده بقى على فكره ما منوش اي فايده، يعني مثلا يقول لك 9 في 5. طب يا دول يعني ازاي يعني التسعه الكبيره دي نضربها في الخمسه الزغنطيطه المدوره دي؟ مش حرام دي يعني؟ انت صعبان عليك ان الخمسه صغيره والتسعه كبيره. طب 5 في 0 بكام يا رمزي؟ 5 و0 50. طب الحمد لله ان انا ما مسكتكش الحسابات، اقعد ساكت بقى. طب دول يعني ما قلتليش انت ناوي تعمل ايه؟ مسكتك الكنكولوليتور دي على فكره معناها انك هتتصل بحد. الكنكولوليتور ده انت عمرك ما استعملته قبل كده يا رمزي؟ لا يا دولا، ده انا ياما رنيت منه. رنيت منه. بص يا رمزي، انا مش هعافر معاك يعني، انا عايز افهمك حاجه، انت برضو يعني ابن عمي، واذا ربما حد يفتكر انك ذكي يعني. انا بفكر في مشروع يعني، عارف انت الجماعه اللي هم اصحاب المحلات اللي حوالينا طول الاسبوع بيقعدوا ياكلوا من المحلات اللي في الشارع وبيدفعوا فلوس كتيره جدا. فلوس دي بقى مين اولى بيها؟ يالا عيالهم طبعا، دول اولى بيها بدل اكلهم وصرمحتهم في الشوارع كده. يالا عيالهم، احنا مالنا ومال عيالهم؟ احنا اللي اولى بالفلوس دي. يالا انا قررت اعمل مشروع جديد. ايوه كده بقى يا عم، بقى ريحنا كده ونقوم قافلين بقى البازار وجايبين ضرافه علشان بقى التماثيل اللي بيقعدوا يتخانقوا ويدوشوني بالليل. بالليل ايه؟ انت لا فاهم اللي انا بقوله ولا فاهم اللي انت بتقوله. عايز تجيب طرف البازار وخلاص؟ لا يا غبي، انا المشروع اللي انا بفكر فيه ده يا رمزي عايز اعمله جنب البازار. الله يا دولة. طب وانا بقى يا عم هعمل ايه؟ انت ليك دور جامد قوي. يلا هشتري لك عجله هتوصل عليها الطلبات للناس. الله يا دولة، الله يا حبيبي يا ابن عمي. الله، انا بقى يا دولة هركب بقى العجله دي على مين ايطاليا كده هون، واعمل كرانيش للبتاع العجل بتاعهم دولت يا دولة، وهجيب بقى النمر بتاعه العربيه اللي انا سرقتها اللي بتقف قدام البازار بره دي، واقوم راكبها في البسكريت. انت سرقت نمر بتاعت عربيه كانت واقفه قدام البازار؟ العربيه دي لونها ايه؟ لونها اصفر. والعربيه اللي انا كل يوم بقول لك روح اغسلها لونها ايه؟ بتاعتي اصفر. وبتقف فين عربيتي؟ قدام البازار يا دول. تقف قدام البازار. سؤال تاني كمان. عارف ده ايه؟ ده كرباج يا دول. ده كرباج. بيستعمل ايه الكرباج ده؟ بنضرب بيه الحيوانات. الحيوانات اللي بتسرق نمر بتاعت عربيتي؟ تسرق نمر عربيتي؟ والله يا دول مش قصدك تسرق. مش قصدك. لا يا دول والنبي، لا يا دول. ده انا بهدلك. سرقت كام نمر يا؟ هي نمره واحده كل يوم بسرقها مرتين. عظيمة، الحمد لله يا رب، اخيرا لقيت الفكره اللي هتخليني ابرز مواهبي المدفونه الفطريه. رانيا يا حبيبتي معلش، انا هعتمد ان انا اهمش دورك خالص. النجاح بتاع المشروع ده بيعتمد ان انت ما تمديش ايدك في الاكل. انت هتبقي صبي سادس بعد ياسمين اصلا يعني. ومين اللي هيكون الكوماندانو؟ انا.
لا حماتي، لكن في الخطة إن شاء الله. يعني أنا بفكر إن شاء الله أفتح مشروع في فرنسا، أنت اللي تمسكي بقى المشروع وتبقي الكوماندا في فرنسا، لأن سمعت إن الجماعة أصحاب المحلات اللي في شارع الشانزليزيه بياكلوا طول الوقت من الشارع، نبقى نورد لهم يعني. تري جونتي يا عادل، مش معقول إن أنت عارف إمكانياتي كويس خالص. يعني دلوقتي مين هيبقى الشيف؟ ماما طبعاً، حيث بقى الملوخية بالأرانب بقى بالدقية بتاعتها باللحمة المفرومة بالمسقعة بالإيه؟ تسلم لي يا حبيبي، يعني حظر التجول على المطبخ خلاص اتشال. بابا طب أنا هعمل إيه؟ أنت يا ياسمين يا حبيبتي بقى هتعملي حاجتين، أول حاجة هتقطفي الملوخية، دي سهلة عبيطة قوي. تاني حاجة بقى يا حبيبتي هتعملي إيه؟ هتدوقي الأكل، لأن حاسة التذوق اللي عندك ما باظتش من أكل ماما زينا كلنا. طب قولي بقى هتدفع لنا كام؟ أنا لسه ما عملتش دراسة كاملة، يعني سيبوني وبعد كده هقدر كل واحدة حسب مجهودها هديها كام. بالنسبة لك أنت بقى يا رانيا، أعتقد إن أنت مش هيبقى لك أجر، يعني أنت هتعتمدي على التبس اللي هيجي من الزباين. ايه يا عادل الظلم اللي انت فيه ده يا اخي؟ بقى حرام عليك، اديني فرصتي بقى ابرز موهبي. طب اقول لك سيبني اعمل الحلو. الحلو ايه؟ بصي المشروع ده ما فيهوش حلو، والمشروع ده كله وحش وخلاص. بصي يا عادل بقى، انا سيبني اعمل الديكوريشن بتاع الديشز. الديكوريشن ده هسيبك تعمليه، الدش احنا مش هنعمله دلوقتي لان مش في دماغنا نعمل اعلانات فضائيه خالص. عادل انا كلمتي لازم تكون مسموعه بما اني انا الكوماندوس. حاضر يا كوماندوس، انت كلمتك مسموعه، اي واحده فيهم ما تسمعش كلامك يا ماما قوليلي وانا هخصم، وشوف الخصم هيبقى شكله ايه. طبعا موافقين، حد يطول يلاقي طبيخ بيتي وقول لا، بس نطلبه يتعمل لنا، إذ ربما نطلب القاس يتعمل لي القاس، أطلب كباب حلة يجي لي كباب حلة، دقية بامية تتحفني بدقية بامية، ولا غلط؟ جوعتنا تيتي. بص يا جماعة أنا معاكم، وأي أكل أنتوا عايزينه أنا تحت أمركم يعني، بس أنا لازم أحاسب بالشهر عشان أعرف بقى أظبط مخزني وأظبط مطبخي. بصراحة انا في قلبي ذرة شك في مستوى مطبخ الجماعه بتوعك دول. لا 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 لا، اوعى تفكر او تشك اللحظه، اسال اهو المعلم تيتي. فاكر يا معلم تيتي اما عزمتك عندي مره واكلتك ملوخيه بالارانب؟ فاكر ده كان من فتره قبل الجواز. طبعا فاكر، الكلام ده كان من 10 سنين وكان يوم خميس الساعه 8 الظهر. ده لسه طعم الملوخيه في بقي. ايه ده انت من ساعتها ما غسلتش بقك؟ الله اكبر، انا ما شكش في بقي تيتي ولا مزاجه في الاكل. بص يا جماعه انا عامل الموضوع ده يعني خدمه ليك، ولو مش عايزين بلاش. هتدفعنا كام؟ زي ما بتدفعوا في المطعم بتاع مد ايدك ده بالظبط، بس ساعتها بقى لما تدوقوا الاكل مش هتخلوا حد يمد ايده معاكم. وانا هدفع اشتراك 6 اشهر. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. انت بقى بصي بقى يا ماما، بما ان انت قائده فانا اتفقت مع الترزي هيجيب لبس لكل الناس، كلكم هتلبسوا اللبس ده. لا انا مش هلبس زيهم، انا الكوماندوس. طبعا يا ماما عشان انت الكوماندوس فلازم تبقي مميزه، عشان كده جبت لك طرطور احمر، هم طراطير بيضة كلهم. والفلوس انا مش هاخد زيهم. طبعا يا ماما، انت هديكي 2000 جنيه كل شهر، ال 2000 جنيه دي بقى تتصرفي منهم، تديهم مرتبات كل واحده على حسب مجهودها. عارف انا همشيهم على عجين ما يلخبطوش. ولازم تفتحي عينيك يا ماما. أيوة. ماشي، البضاعه اللي انا بجيبها تراجعي عليها اول باول عشان المال السايب يعلم السرقه، انت عارفه. أيوة طبعا. ايوه 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 دول يا حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت مين اللي انت طالبه يا عم؟ ادخل يا محمود. تعالى يا محمد. ها دول كله تمام. ها جبت كل حاجه؟ كله 100 دول عندك اهو. يا جماعه بعد اذنكم محدش يمد ايده على اي حاجه لما راجع، بس استنوا استنوا استنوا، محدش يمد ايده على حاجه. قول لي ايه اللي جبته بالظبط؟ اه دول كل اللي انت عايزه، عدد واحد شكاره رز فقط لا غير بتاريخ 2/4 اللي هو النهارده، قد تم احضاره لتو. احنا شايفين انه تم احضاره، هل لديك اشياء اخرى؟ اه يا دولا، وعندك كمان فخدتين على كتفك يا شيخ. حسدتهم انت يا دولا. كندوز احمر فقط لا غير، وخمسة اكياس ملح قابلة للنفاس. كرتونة مكرونة دولة فرط، وثلاث صفائح سمنة بلدي. صفيحة واحدة انت هتخنصر من اولها؟ ماشي صفيحة واحدة فقط لا غير، سمنة بلدي. وشريط
كاسيت يا دولة. شريط كاسيت جايبه ليه؟ عشان تسجل الوارد يا دولة. يخرب بيتك، هسجل الوارد على الشريط. ها مش دي البيانات كلها؟ ظبطها الصفائح تبقى صفيحة واحدة. ماما اتفضلي امضيلي. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمضي امك؟ امال ايه؟ ده لو امي امضيها، امال ايه؟ يلا هات هات. واي حاجة تنقص انت حرة، هبلغ فيكي. عايزك تركز معايا يا رمزي، العلبتين دول واحده فيها عكاوي وواحده فيها كوارع، دول بتوع المعلم تيتي ولا غلط؟ ها حاضر يا دوله. بقول لك يا دوله، ما كفايه عليه علبه واحده يا عم، هو هياكل علبتين؟ يا غبي يا غبي، احنا بنبيع مش بنشتري. يا دوله، طب اذا كان بقى كده يا عم احنا نديله 10. انت بتفكر ليه؟ انا قلت لك فكر. بتفكر ليه؟ انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. طيب انا اسف يا دوله. واحد عايز علبتين نديله 10 ليه؟ انت مالك؟ انا اسف يا دوله. ايه كمان عندك بقى يا سيدي؟ في عندك الثلاث علب دول اهو، 1 2 3 دول بتوع المعلم مهرجه، واحده فيها مكرونه والثانيه فيها باميه والثالثه فيها سمك. ماشي. انا مش فاهم، حد ياكل سمك مع باميه؟ غبي غبي يا دوله. ما هو لولا اختلاف الاطعمه لفسدت الالسنه. الله على اللسان اللي بيقول الحكم. انا نفسي اللسان ده اشده كده واعمل لاي حد مثلا ايه كوارع باللسان بتاع حاجه كده. عندك بقى يا سيدي العلبتين دول بتوع المعلم عمرو بركات، والعلبتين دول بتوع المعلم طارق الشوره، وعندك العلبتين دول بتوع المعلم احمد جمال. ها ماشي يا دوله. حبايبي دوله يا دوله، هتوديهم وترجع لي على طول تاخد الطلبيه اللي بعد كده. ماشي يا دوله. طب وانا بقى يا عم بقى فين علبتي؟ يا ده علبه ايه؟ يلا انت مش اساسا مستكتر الاكل ده على الزباين؟ خلاص اللي يفضل منهم خدوا ليك يا ده رمزي. ماشي يا دوله. يلا بسرعه بسرعه. صح يا دوله صح. فريره يا دوله، فريره فريره. مية ايه يا دولة؟ ده اذا كان المعلم تيتي لوحده يا عم اديلك 500. مساء الخير، انا طلع الشيل تاني صاحب مطعم، مد ايدك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وحضرتك مديت ايدك بقى ولا لسه؟ ده تلاقيه يا دولة هيمد ايده ويضحك من الشحاتين. اهلا مؤاخذة اهلا مؤاخذة يا استاذ صلعت، اتفضل حضرتك اتفضل. ايش الواد رمزي بيحب يقول؟ قول 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 قول. حضرتك منور يعني. عموما يعني ما تزعلش، دي قضية بسيطة جدا، وبعدين لعلم حضرتك يعني خدها مني نصيحة، يا ريت انت بقى تقفل المطعم بتاع مدي ايدك ده وتقعد في بيتكو، وتكلمني بالتليفون ابعت لك على طول الاكل اللي انت عايزه. هتلاقيني بالبسكليتة عند بيتك بالدرجل. انتوا كده بتضربوني في اكل عيشي. معلش يا استاذ صلعت، حضرتك دي مش بايدينا يعني، البقاء للاجمل والاطعم والالذ. الالذ الالذ. ما تفرحش قوي يا استاذ عادل، السوق ياما هنا وياما هناك. وزي ما نصحتني انا كمان هنصحك. يا عم بدل ما تنصحنا روح انصح انت نفسك، يعني انت المطعم عندك بينش. بس يا رمزي رمزي، احنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه، وخصوصا الاستاذ مش ده اللي بيطلع في الاعلانات بتاعه الفراخ يلا في التلفزيون. يا دوله. وحتى دي من انفلونزا الطيور. عندك ترخيص صحه؟ الصحه بومبو الحمد لله. عندك سجل تجاري؟ يا عم احنا ما تفرقش معانا الحاجات دي، احنا الحمد لله معانا فلوس كتير، يعني بدل ما يبقى عندنا سجل نشتري 10. طب ايه رايك يا استاذ عادل لو انت بقيت المعلم الكبير وانا اشتغل عندك؟ معلش يا استاذ صلعت، يعني صراحه سمعتك مش قد كده يعني. طيب انا اشتري منك. اشتري مني ايه؟ يعني اشتري منك كل شهر اكل ب20,000 جنيه، ابيعه في المطعم عندي وانت مكسبك هيبقى الضعف. طيب وحضرتك ليه يعني ما تعملش الاكل ده في المطعم عندك؟ يا دولة يمكن الانبوبة فضيت. الحقيقة يا استاذ عادل الشيفات اللي عندي مش في ربع مستوى الطباخين اللي عندك، انا دقت اكلهم وهنيك. اذا كان كده يعني معلش. اوكي ادي لسته بالطلبات اللي انا عايزها كل يوم، وبقى قائمه الاسعار بتاعتك. ماشي اوكي، ابعت لك كل يوم الطلبيه زي ما انت عايز. الفلوس بكره وكاش، كله كاش. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا استاذ صلاح، انست وشرفت.
شفت يالا؟ ايوه دولا، انا عايزك يا دولا تجمد قلبك وتخش في الحديد يا عم، هو لو ما اشتريش منك في مليون واحد هيشتري منك. تتعديت يالا ولا ايه؟ كده الطلبيه كلها تمام. كباب الحله فين؟ اهو يا دولا. حلو. فين ام علي؟ اللي جنبها. ماشي. ابو علي اللي جنبها يعني. اخت علي اهي. علي نفسه فين؟ اهو الاولاني ده يا دولا. متاكد؟ متاكد يا دولا. اوكي كده الطلبيه كلها تمام يا معلم. الحمد لله يا دولا. بس انا يا دولا دلوقتي انا هشيل الحاجات دي كلها ازاي على البسكليته دي؟ لا بسكليته ايه يا ابني، الاستاذ طلع بتاع مطعم مدي ايدك ده. هيجيب بقى معاه ناس يشيلوها اكيد، ومعاهم عربيه نص نق. اه الشغل وسع. عادل باشا، خلصت الطلبيه؟ الطلبيه واحده بس، ده انا مخلص النهارده بتاع 20 طلبيه. اعمل لي بالميت النهارده بتاع 12000 جنيه. مش معقوله يا استاذ عادل كل يوم كده. لا لا لا، يوميا وساعات بيبقى اكتر من كده كمان. غلبان قوي استاذ طلعت، تلاقيه مثلا بيعمل ب 115 جنيه في اليوم ولا حاجه. اتفضل 5000 جنيه قيمه الطلبيه. اتفضل. 5000 جنيه ده اكبر مبلغ جاي لي يالا. 5000 مسكت متلبس ومعاك شريكك. متلبس ومعاك شريك مين ده؟ انت مين حضرتك؟ شغال من غير ترخيص صحة، جبت لك واحد من الصحة. شغال من غير سجل تجاري، جبت لك واحد من السجلات. شغال من غير بطاقة ضريبية، جبت لك واحد من الضرايب. الضرايب؟ أيوة صح. ده هو يالا شكله اللي بيطلع في بتاع خلي بالك من مصلحتك اولا ده يالا. يا دولا الف شكر والله حضرتك، متشكرين قوي يعني. احنا والله يعني ما كناش عندنا وقت نروح نجيب الحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في شغل كتير وفلوس جايه وفلوس رايحه. بيتك يخرب بيتك، انت مش فاهم يالا، انت عايز تحبسني تحبسني. خد 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 الفلوس دي، امسكوه هو حضرتك. اتفضل معايا. ليه كده بس يا عم شومان؟ ده احنا زملاء. عيب يعني. حاضر. اتفضل معايا. حاضر. اتفضل. الله الله اتفضلوا. ايه ده؟ طب وانا مش هروح معاكو؟ ايوه حضرتك. حضرتك معاك فلوس اهو. بص يعني هو اللي اتفضل معانا. اتفضل 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 حضرتك. اتفضل اتفضل. يلا الحمد لله مش اشكال المشروع يولع، المهم اني خلصت من رمزي. خلاص يا عادل، فلوسنا كلها راحت. الحمد لله الحمد لله، فلوس كلها راحت في الكفاله اللي اتدفعت دي. والله كانت ايام حلوه. خساره، كان عندي امل كبير مع الوقت اخد بوزيشن كبير قوي. ليه مش هقطف ملوخيه تاني؟ بس والله يا عادل الابارتمنت اللي حصل ده، انا سعيده جدا ان انت حاولت ان انت تنقذ العيله دي من الفلاس. حاول تفكر في فكره تانية تكون مضمونه وما تزعلش. مفيش حاجه تزعلني، الحاجه الوحيده بس اللي مزعلاني ان انا هضطر ارجع لاكل رانيا تاني. فكرتني. طب خالكوا النهارده ايه بقى؟ اكيد طبعا بقى يعني مكرونه خشبيه مع مسامير تونه مثلا. تونه؟ بص انت بالزبيب الايه؟